اليوم هو يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني 29 نوفمبر تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرته الأمم المتحدة بعد أن أصدرت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم المخزي سنة 1947. وهي مناسبة لتذكير العالم بأن الشعب الفلسطيني لا يزال صامداً فوق أرضه وعلى مدار أكثر من قرن من الزمان مضحياً ومقاوماً ومتحدياً لاحتلال إحلالي صهيوني. تتزامن الذكرى هذا العام مع انتشار وباء فيروس الكورونا حول العالم وهجمة استيطانية شرسة بدعم من قرارات أمريكية تستهدف إضفاء شرعية على الاستيطان واحتلال وتهوية قدسنا الشريف، إضافة لخيانة بعض الدول العربية بتطبيعهم مع دولة الاحتلال. وبينما العالم منشغل بمحاولات القضاء على هذا الوباء، تواصل قوات الاحتلال الغاشم سياساتها العنصرية والقمعية تجاه الشعب الفلسطيني من اقتحامات واعتقالات وقتل وهدم منازل وتشريد واعتداءات متكررة على المزارعين وتقطيع أشجارهم ومصادرة الأراضي، وكذلك تشديد الحصار الخانق على قطاع غزة، إضافة للمخاطر المحدقة بألاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من جراء هذا الوباء. وفي مثل هذا اليوم أيضا قبل 19 سنة تشكلت مؤسسة التضامن الإيرلندي الفلسطيني Ireland Palestine Solidarity Campaign، والتي أرأسها حاليا هي من متطوعين أحرار من إيرلندا عملنا خلال هذه السنوات دون كلل أو ملل. وفي هذا اليوم نؤكد التزامنا على الاستمرار في هذا العمل لمناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة في الكل الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، كما وندعو المجتمع المدني لتكثيف الجهود لدعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS على دولة الاحتلال، ونطالب الحكومة الإيرلندية والاتحاد الأوروبي بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها اليومية في حق الشعب الفلسطيني وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقوانين الدولية وتحترم الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، كما وسنواصل نشر الوعي والضغط على الجهات المعنية شعبياً ودولياً من أجل المطالبة لحرية الأسرى وخاصة الأطفال والمرضى والكبار بالسن منهم في سجون الاحتلال، مؤكدين ضرورة العمل الفوري على إطلاق سراحهم حفاظاً على سلامتهم، ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا. الصمود الفلسطيني سيبقى وسيستمر، ونحن بكم ومعكم من إيرلندا إلى فلسطين كل الحب.